ماشي، ما سألتكش اسمك يا عم، متأسف. سعيد أبو خلف. سعيد أبو خلف. نعم. ليش صار لك تشتغل بهاي الشغلة قلت لي؟ في بلدية الخليج 12 سنة. يعني من ال بتقول من 93. أنا معي دبلوم ميكانيك بنزين وهندسة صناعة من عمان. معي سنتين ميكانيكي طيارات بشركة عالية كنت أشتغل. ومعلم حداد على الخوارط بشتغل. حداد طبار في تسليح الأبنية. نعم. مبسوط بهذا الشغل؟ الحمد لله. أنا كنت أشغل بردات برا في الأردن. 14 سنة على البردات. رحت ألمانيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وسلافيا واليونان. دول الخليج كلها. تحمل فواكه مثلجات فهمت علي كيف؟ الشغل ماشي كان معنا على البرادات بعد حرب الخليج بعنا البرادات جينا استقرينا هون ما خلينا شيء الشغل كل الشغل اشتغلناه كيف زي شو يعني؟ مواسير كل شيء الحمد لله رب العالمين إلى وقت بحث خلاص عشان الجواز واستقريت وطلينا قاعدين الحمد لله رب العالمين يعني احنا بناخذ بنقدر من الشغل والبلدية ما بكفيش المصروف عالي يلف والبقرة بعيش الخليل عندها ورشة صيانة كاملة متركزة في موضوع صيانة السيارات والآليات وورشة حداد كاملة بتقوم بتصنيع الحاوية 100% بمجهود ورشة بلدية الخليل. نعم المكب تبع بلدة الخليل بيخدم محافظة الخليل بشكل كامل. هلا كثير من المستوطنات كمان اللي بجانب المكب تستعمل مكب بلدية الخليل وبدون اي وازع لا التزام ادبي ولا التزام مالي ولا التزام اخلاقي بيعتبروا انه فرض لازم انه لازم يحطوا المكب نفاياتهم في المكب. اذا رفضنا بقول لك احنا بنسكر لك المكب بشكل واضح وصريح في هذا الجانب. يعني انتوا بتدقوا زبالتي المستوطنين؟ ها مرات ما بيدخلونا كمان الجيش هو مشكله محميين في الجيش شو نسوي؟ أنا هذيك اليوم جينا وقفنا هنا وقفنا ساعة ونص ساعتين وفي آخر المطاف قالوا لنا ارجعوا. ها إن شاء الله بدخلك؟ ها؟ هتجيب لي رقم السيارة. الله أنا حافظها فكرك يا دكتور. يا ولد يا حلو. والله شايفك يا دوب شايفك جاي موسخة خلينا في حالك. سجل أسمائي. أول مرة بسجل أسمائي. يعني أنت شايفة إنها تقول لنا الصياعة ممكن يدخلونا ممكن يقول لنا ارجع ممنوع اليوم ما بنقدرش نحذر يعني. يعني صدفت قبل مدة ساعة إلا ربع وأنا واقف بالآخر عودت قالوا لي ممنوع عودت رجعت قالوا لي إلا تجيب تسريح للسيارة. سبب الظروف السياسية الحالية معظم المناطق صار فيها تقسيمات A و B و C تقسيمات سياسية وجدت أن الظاهرة اللي هي النباشين هدول كثير ناس عائلات مصادر دخل محدودة ما في عندهم بالتالي بيجوا وبيقوموا بجمع بعض الخردوات والمعادن وخلافه من النفايات وهذا الحكي طبعا يعيق العمل زائد أنه مش صحي. هذول الناس يعني بدون اي رقابه صحيه بدون اي عنايه بدون اي شيء مجرد اطفال حتى في العطل المدرسيه الصيفيه تلاقي اطفال بالمئات بيجوا بنبشوا بطولوا خردوات وخلافه مشان يبيعوها مشان يطلعوا مصاريف العائله حقيقه. طبعا كلنا بنعرف انه في اغلاق فيش عمال لاسرائيل فرص العمل كمان ضئيله جدا نسبه بطالة عاليه كل هاي الامور بتفرض انه الناس تشتغل في هذا الجانب. اشتغل ولا اشتغل يا عينين
يا علي. بقول لك عندي معك المواطن علي محمود ربعي من يطا. كنت اشتغل قبل 5 سنين في اسرائيل. كنت اروح على تل ابيب وعلى كفر قاسم وعلى كفر قرع. وكانوا مسكون الجيش وحطوا علينا اثناي. فمن فتره لفتره صاروا مسكونا يحجزونا يروحونا ما يخلوناش نخش اسرائيل. فلذلك يعني احنا اضطرينا انه نيجي على المزبري نشتغل مشان نطلع لقمه الاولاد. عجم دمونا كنت اشتغل في الحديد وابيع انا. مسكوني الشرطه وبهدلوا صحتي. بطلت انزل تحت. هالحين صرت اروح عجت وادي النار عجت بيت لحم الف اللي في السياره اللي محديد. وانا مروح مسكتني الشرطه اول يوم. قلنا يا عمي يا ابن الحلال طمي يوم وبصل ويوم عسل. خليها اليوم عسل وبكره بصل. قال لا كله بصل. من اول يوم مسكت 1500 شيك 3 ايام والله في اواعي ذولا اواعي المزبل اواعي المزبل. وانا قاعد في غرفه 3 في 3. وان اراضي انا برضو مش قادرين يعني نزرع فيهن حاجه يعني من نقدرش كمان بني في نفس الوقت يعني واحد يجي بنوا له غرفه هيك لانه الجيش بيجي كرهن تنظيم تبع الجيش الاسرائيلي. داري يوميا بصرف 5 شيكل شمع كل ليلتين 5 شيكل شمع من قلت الكهرباء. طلبوا علي 1600 شيكل اشتراك كهرباء قلنا نجيبن. لا بضوا على الشمع بلقى على المزبل هاي شمع بلقى والله هذه كان روحت بوكتين شمع على المزبل. يعني اي ساعة 5:00 6:50 ما يصح. انت ساعة وانت فارق رد تمام لا تاس طلع تاس. تجوا كل يوم؟ بعد ما رات نحن محامي. قل لي ولا المدرسة بتعرف انكم تشتغلوا هون؟ لا بس حد بيعرف اصلا هي يعرف بسر معياري عن جد؟ اه بصريحكوا عليها تبع المزين. بعد مرات بعد الدوام نيجي هنا كمان نشتغل كل يوم بعد الدوام نيجي هنا. بس بس قولي طارق بتلاقوا اشي غير الحديد؟ بس حديد ولا مره لقيتوا اشي هيك غير الحديد؟ بنانير بس. اه والله ايش يعني بنانير؟ عيسى شوف عينكم انا هات قلت المياه ايش اسمك كاتا خلصتوها اماني هاي زياد معك لولي هاتا بيلعبوا فيه ليه يا متايب هات المياه اعطيه سيخ شو سيخ الحين لعبت سيخ متسلح قلقيل كان في مجال الواحد يقدر يتسرب على اسرائيل بس مع الجدار اللي عملوه ما فيش مجال. في عندك جدار صار اليوم صار جدار فاصل ما بلش مجال. يعني افضل اروح اسرق ولا اروح يعني اسرائيل ولا وين اروح اشتغل في الزباله ولا اروح اسرق من عند واحد تاجر من الاغنياء اليوم التجار ما بيطلعوش على اشكال بقول لك هذول العالم هذول زبالي هذا الناس اللي قدامهم زبالي. انا لما اروح اسرق من عنده بقول لك بدي احط تابيدي في السجن. لا باجي بحر ثان بطلع 20 شيكل 25 شيكل ولا اسرق ولا اسوي شيء يعني. 5 كيلو يلا هذا هم معلمات 2 كيلو يعني اخر واحد في اليوم بطلع 40 شيء. وانت بتاخذه هسه شو بتعمل بالحديد؟ انا ببيعه على تاجر وتاجر بودي على اسرائيل. هات لك التراكتر؟ لا من اجار خلصتوا الفتره؟ اه الحين في الحين شوي الحين بشغل الجهاز اقطع براوي. والله مكيفين ادعس براوي اللي تقدر.
الأمر مع الشارع بالباب. وأنت شو بتعمل مع الباب؟ هذا بلقط مع الأخري ولم حديد. عن جد؟ لم حديد؟ من أين بتلقط حديد؟ من الشارع ولا؟ من الشارع؟ صعب تلقط حديد؟ يعني تروحش على المدرسة؟ لا لا بروح. ليه؟ بس عاد صغير كمان سنة طيب السنة الجاية. احنا بنشتري الحديد. ايوه. وبنحمل حديد وبنحمله وبنبيعه لاسرائيل. كيف العملية بتصير؟ بنشتري من الناس بسعر خالص، بنبيع سعر افضل خالص طبعا. والشغل لا كاش. كاش. أنا ما من يطا. من سكان يطا الأصلي؟ من سكان يطا الأصلي. وأداه سنة بتشتغل بالمحرقة؟ أنا تقريبا بشتغل بالمحرقة حوالي 3 سنين. الناس كل أسرة واحد بالمحرقة؟ مش الكل، مش ككل. طب هات شو؟ هذا كرشوك مولع عشان يأخذ السلك تاعه. كل اللي شايفيته هذا بسويش 100 كيلو حديد، يعني بصفيش 40 شيكل. كل التوليعات بلدية والإدارة المدنية ولا كونه كجيش إسرائيل ضد انه الكوشوك هذا يتولع وانه النار تولع في المحرقه، لان بالنسبه للبلديه معنيين في سكانها، اما الاداره المدنيه والجيش الاسرائيلي معنيين في المستوطنات انه الدخان هذا بضر وقاتل جدا سام. بس الناس اهل المحرقه بيعرفوا هذا الشيء؟ بيعرفوا بضرهم نفسه بضرهم. الاغلبيه هان اللي جاي تشتغل جاي ترم رزقتها تلم لها شويه حديدات شويه ألمنيوم اواعي قلام رصاص حبر فهمت علي تلوين على سبيل فهمت علي انهم يسدوا حاجاته. اسمي عاد ابراهيم حسين عطيه. وقد ايش صارك تشتغل؟ لي سنه واربع اشهر. انت جيت قلت لهم بدك تكون حارس؟ لا هم حطوني حارس. لانه هذه المنطقه ما حدش بينام فيها. يعني ما لقوش ولا واحد ينام هان. خوف مال، كل شباب هم بتخاف. ما لقوش على مقلوب. والله ما حدام مقلوب. كان يعني يجوا سرقين هنا بس عملوش جاني سرقين هنا مرة. شو دي يسرقون هنا؟ يعني مش جاي جرفات. هذا شو؟ ها بس يقول جرفات بس يقول عدة بيحل براغي بيحل شقف حديد. ها حديد كل شيء بيسرقوا. بس أنا صاحي أنا صاحي صاحي كثير. قولوا لي كيف أنت ما بتنام هاللي حالك ما بتخاف؟ أنت ما بخافش. شو دهوري؟ معك سلاح؟ لا. ليه؟
مش منين؟ أنا بدي سلاح. أنا بدي أعطيني. شو بيسوي غصب؟ وين راح يشتغل؟ أنا عندي في الدار 22 بني آدم. ولادك؟ إيه، أولادي وأولاد أولادي. 22 واحد وأنا اللي بطعمهم، الله وأنا. أنا هيك زي مات يعني بلقطش شوية حديد، شايف كيف؟ لما أتضايق بزيادة. بلقطش شوية حديد بشتري خضرة للدار، والله. كيف علاقتك مع الشباب اللي بيشتغلون؟ والله مش غلط. لأنهم كلهم شباب وسخين يعني جقمين. جقمين جقمين. شو يعني؟ إذا بدي أحترمهم بدهم يستخمعوني. يعني لما أحترمهم بقولوا هذا بخاف من أخوه. بيطمعوا فيه بزيادة. فأنا بحكيش معه، بحكيش معه مرة كلهم شباب هذول ما يغركش فيهم. شو يعني؟ كلهم مشاكل عشان حديدي بذبحوا بعضهم. وسأل عنهم من مكان اسمهم أولاد محرقة يعني. شو يعني؟ أمي. شو يعني أولاد محرقة؟ يعني أولاد محرقة هذا ربي ينعى المحرقة. يعني رب يرين على المحرقة يعني وحوش. بس أنت بتعرف القصة اللي صارت هون؟ بعرفها. عرفتها. عن شو صار؟ واحد انحرق هذا انحرق هذا هذا بده يطرف غازي هذا مش لازم ينام حرام لأنه بروح فيها بروح فيها البنان منهم لله الحرق في سبب على الحرقة ولا ولا حاجة ولا أي سبب ولا أي سبب بس أنا ذيب كان أنا بنامش رجعت يعني إذا بدي أنام إذا بدي أنام أكثر من ساعة بنامش هذاك شو يقول حرقوا مو بقى نايم حرقوه نايم هذا لأنه نام وسرقوا منه إشي؟ لا بس حرقوه روحه يعني هذا طار مش إشي الله أعلم طار مش طار معرفش المهم اجوه نايم دار البنزين عليه ما هو العفنة راح انا بنامش ما بنامش بس بنام صاحي يعني عندي كلاب انا بنبهني من يوم يهبي الكلاب بقوم عندي بيجي سبع كلاب انا الك ولا المحل انا ربيت ربيت هنا لا بجاد جاد بس وين مش شايف ولا اي ما اني طشاني الحين عمي هلق بتعشي ها سامعيتين كيف بعوين لا انا ولا حاجه فيش حولي حاجه في حولي حاجه بيفصل العمل بضل ماشي ما له علاقة معه قطعيا
يلا. قديش صار لكم تشتغلوا بالمزبلة؟ إلي سنة بشتغل فيها. سنة كاملة؟ لشو بتحمصوا مصاري؟ نص ربع أنا ونص ربع أخوك. وأنا بنجيب يعني نجيب عفش للدار وللمدرسة، نصرف في المدرسة الدخوليات وكل شيء. ليش أنتم مش بالمدرسة بس؟ فيش مدرسة. إذا أبو بيشتغل في مدرسة. إيه. بيجي بروح على المدرسة. بيجيش من للعشرة يعني إزاي؟ بحكي فيش مدرسة إلا ما يعطيهم المصاري. مش معطينهم المصاري. آه. أبو بيشتغل؟ بيشتغل هذا المدرسة. هذا المدرسة. قديش الوقت كانوا قديش لكم مش رايحين على المدرسة؟ ثلاث شهرين. ثلاث اشهر لا شهر. بدكم تروحوا على المدرسة ولا مبسوطين؟ بدنا نروح انا عشان معدلي كويس بدي اروح. لو سمحت بدي اروح على اخوي شوي. طيب السيارة جاء من عندي يا ولد. معروفة دايم. مصطفيت هذول واحد من قريات أربعة واحد من قرياتي. أمش مقل. يلا معين انا 18 وانت 18 وانت 19 وانت 12 وانت 16 18 برضه كلكم مخطوبين لا بس كوني انا عطرين انت عطرين اذا في عندك حواليك ثلاثه بتتجوزوا في حدا خلص عليهم كثيرين بطلين ليش شري يطلعين عشان يشتغل مش عارف ايه لا اسكت يا سيدي خلينا قبل الواحد يجي كيف تتجوزوا بنات يعني نادر تلقى واحد ها مو واحد مخذ حب ولا هذا فريضه لازم ما تبي تعمق لازم تخوض هذا بنت خالك لازم يا ابن العام بنزل عن الفرص واذا بتشتغلوا بالمحرقه بيعرفوا غاد كيف بتغير الوضع ناسي يكون ناسي نعم في عينك كناس بيقولوا وين الشغل شغل مو بس بدنا الصوت هذا عمي طلع عمره على المهن ايوه تجوز عنده ولد وبنت على الطريقه البنت حلو خليها ليها حتى بنت انا مخطوبه لو معين بس اذا رضيتها ماني يعني ابن عمها انا بتبدا قبلك يوم في حال واحد مثلا من المدرسه يعني ذكرت على واحد لازم يشتغل غصب عنه ما يلقاش راحه وفي المدرسه يريح بس كله هذا الشغل كله فيش راحه والله انا عندي وين اروح أنا عندي وين أروح أشتغل مع هذا في المدرسة لا نعم أروح أشتغل وين بدي بس بقراش ليه؟ ها؟ نفسيته بتمشي المدرسة هذا بعيش المدرسة يعني أخرى سنتين بتندم أنا طلعت ثلاث سنين وبتندم والنفسي لي نفسي أرجع طيب حاول ترجع تقدرش؟ بل عزامن برجعش يعني إذا بدي أرجع أتوجيه إذا برجعوني أتوجيه وبقى هم بس بينفع برجعوا في قانون لا برضوش أجبتين والله لو برجعوا لأرجع من الصبح والله ما بدي وايش بدك تتعلم؟ إذا لا نفرض رجعوا وش بدك تتعلم؟ شو يعني تعلم؟ المهم بس أنجح أول شيء أنجح بعدين بطلت أشتغل مصنع نجارة طب بس ما تتعاطش بتحكيش إنه فكري هذا يمكن يغير فكره لمعين وشاب وشاب صغار؟ ما أنا بحاول أضغط إذا برضه يعني واحد ملصم زي معين شو بتساوي بنت صاحبي؟
كيف كان الشغل اليوم؟ لقيت عفش ولا منه شو يعني عفش؟ عفش أول وإيش كمان؟ بس وهي السيارة؟ ها؟ شو هاي؟ هذا عربي بروح على أخوتي أشوف كيف؟ ملأت لها الشعة دويرة تحط لها إيه؟ كدور فيش لقيت قداش طلعت؟ صاري؟ 10 شيك بس؟ بعت ودي أشرف ما تغيرش الوضع عن المرة اللي فاتت؟ كيف؟ الوضع ما تغيرش عن المرة اللي فاتت؟ والله الوضع زاد للأسوأ يعني مش للأحسن للأسوأ السيارة طلعنا فيها مرة تحت وصورتيني عليها وأخوي صغير ركبها وجاي فيها أنا على المحرك على المكب بس أكون فوق شرط قريات أربعة وطلبوا علي 3000 شيك أو حبس شهر بس وين 3000 شيك في الشهر؟ أنا حبس شهر والسيارة خذوها راحت مصادر ولا فيش لا ترخيص ولا تأمين ولا مش عارف إيه إحنا الأمان يعني زي ما تقولي تحدي الحين تحدي أنا نزلت الباقي هذا الأول يوم أشتغل هان قص التحدي بل مين ومين؟ يعني زلمي قاصد باب الله بدك لقمتك بدنا نشوف البلدية والإدارة والأمن شو ما تصير تصير يا بأخذونا من هنا بحملونا من مرة يا ما بصادروا البواقر يا الله أعلم.